بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا فيها التيبو. قبل ما ندخل في التفاصيل، دي كراسي ارباج، العربية دايرة قدام حضرتك، مفيش لمبة ارباج منورة ولا لمبة اعطال، والاهم من اللمبة سواء منورة او لا ان الفرش نفسه يكون مجهز للارباج. بعرفك يعني ايه مجهز للارباج، وبطمنك وبوريك كل حاجة على الطبيعة، وبعرفك بالتحديد بنعمل ايه في الحتة اللي فيها الارباج، عشان لا قدر الله لو الارباج هيطلع الفرش ما يعملش اي اعاقة، ربنا يحفظنا جميعا والارباج ما يفتحش سواء بتاع العربيه دي او اي عربيه تانية. اللهم امين. ندخل في التفاصيل. عملنا فرش الكراسي بس مع مخدع الكونسول، ما عملناش ارضيه، ما عملناش ابواب، ما عملناش اي حاجه. عملنا فرش بيتي واسود كربون خيط بونت بيتي، تصميم البيجو جي تي بالمكنه الكمبيوتر من اختيار صاحب السياره. طبعا انت ليك حريه الاختيار سواء الفرش لون واحد او لونين، نفس الكلام بتختار التصميم او الديزاين سواء بالمكنه الكمبيوتر، مكنه عاديه، او حتى ساده خالص من غير اي تصميم، انت ليك حريه الاختيار. احنا علينا الغرزه، التكسيم، الفينش اللي قدامك ده كله من غير ما نباصه الاصل، يعني شيل ده في اي وقت، ومن حقك برضو انك تطلب مني ان انا اشيل ده واوريك الاصل سليم ولا لا قبل ما تستلم مننا العربيه. ما شاء الله، بص كل الدورانات هتلاقي الخيط كله مسطره، التكسيم كله فرش، مفيش حاجه معبيه هوا، تقعد على الكرسي مهما تقعد مش هيكرمش، مش هيحتاج يتشد. بص هنا المنظر، نفس الكلام الغرزه هنا في المخدع، نفس الكلام الغرزه هنا. افتح لك جنب جنب، بص التفاصيل الصغيره، ما شاء الله كل حاجه على وضعها. بقول لك تتفرج عليه وما تتفرجش على ايه، هلف لك وهفتح لك كل الابواب كانك واقف قدام العربيه بالظبط. زي ما قلنا دي كراسي ارباك، فاذا الكرسي اللي ورا في مخدع، مخدع يقفل براحته ويفتح براحته، كل حاجه مظبوطه، كل حاجه مستريحه على وضعها. نفس الكلام غرزة المخدع هنا، نفس الكلام هنا. التفاصيل الصغيره، بص الفواصل لازم يبقى البولت ماشي مع بعضه، مفيش لا سنه كده ولا سنه كده، كل حاجة قدامك كأنك قدام العربية. بنأكد على التكسيم، وبنأكد ان الفرش الاصلي تحت ده، وكنا حد طلب مننا قبل كده ان احنا نشيل الفرش ده ونوريه الاصلي، وصورنا الفيديو ونزلناه واعتقد كلكم شفتوه. هلف لك برضو الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. البنط مفيش خيط معوج، نفس الكلام التفصيلة الصغيرة هنا، نفس الكلام. طبعا انا في الفيديو بوريك، بص بقرب لك، انما لو في الصور هتلاقي الصوره من بعيد مش هتدخل على التفاصيل، فعشان كده بنركز على الفيديو وبقول لك تبص على ايه وما تبصش على ايه. ما شاء الله فيها التيبو، فرش بيتي واسود، تصميم الجي تي بالمكنه الكمبيوتر، كراسي بس. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول، ما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم.